كنابة، أنت لستي مستقرة أبداً. صحيح سبق وخنت ديانا وسحبتني أنا معك. ماذا إن أردت أن أرحل للشهر؟ حقاً أي شهر لدينا مسابقات؟ كنابة تريديننا أن نخسر المسابقات بسببك؟ إلى أين نحن ذاهبات؟ إلى أين كنابة؟ أتريدينني أن أذكرك الوعود التي قطعتها؟ ماذا؟ هل سنفتح الجروح القديمة الآن؟ أجل لتحديث ذاكرتك. فتيات تأكدوا أن لا أحد قادم. حسناً. كنوبا أرجوك أخبريني ماذا تفعلين الآن؟ بالكاد أصلحنا الأمور مع ديانا. أنا لا أرغب في أن أتشاجر مع أحد، أنا فقط أريد أن أذهب للخارج لشهر للتسوق. أنا ترين الآن لا يوجد وقت. حسناً فتيات، هذا هو مخبأنا، أتتذكرون ماذا يوجد فيه؟ نتذكر. بصراحة أردنا أن نفتحها بعد أن ننهي الأكاديمية، لكن الوقت جاء باكرا لتحديث ذاكرة كنوبا. انظروا، ها تتذكرون هذه اللعبة الناعمة تاليسمان؟ تويكس والكولا. اجل كنوبا، تويكس وكوكا كولا، لكننا لن نأكلها الآن. أتتذكرون لما وضعناها في العلبة هي الأولى؟ في حالة إن شعرنا بالحزن أو السوء وأردنا شيئا ممنوعا. ما هذا؟ دانا، إنه سروال لعب السلة الداخلي. للحظ فتيات، أتتذكرون أحمر شفاهي هذا؟ ولم الخميرة؟ فتيات، أهم شيء الوعود. لكن لما نحتاج الخميرة؟ من وضعها هنا؟ دانا، ألا تتذكرين؟ اتفقنا أنه عندما ننهي أكاديمية بوني سنطبخ فطيرة كبيرة. حسناً ديانا، اقرأ الوعود. حسناً دانا، امسك العلبة. انظروا فتيات، أتتذكرون وعودنا؟ والآن سأقرأها وقوموا بتحديث ذاكرتكم. أنا كنوبا صديقة ديانا، وأتعهد أننا سنبقى صديقات للأبد. أنا ناسيا صديقة ديانا، أتعهد أننا سنبقى صديقات للأبد. أنا دانا أخت ديانا، وأتعهد أننا سنكون صديقات وأخوات للأبد. ووعدي أنا. إذن كنوبا، تذكرتي؟ لم أنسى يوماً. حسناً، لن أذهب لأي مكان، والوعود لا يمكن أن تكسر. هذا جيد، لنضف أننا لن نكسر وعودنا للأبد. تباً الجرس. فتيات هيا. حسناً سنعود لاحقاً عندها. ألا نخفيها؟ دعنا الجرس، سنعود في الاستراحة.